نشرة الأخبار من اليوم السابع مباشر، مرحبا بكم. الاتحاد الأوروبي يقرر استمرار تجميد أموال النظام السابق عاما آخر. مجلس الشعب يقدم مشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية والحكومة ترفض. إسرائيل تنجح في الحصول على تصريح دخول طائراتها للمجال الجوي المصري. وتل أبيب تزعم إحباط عملية مسلحة ضدها في إيلات عبر سيناء. وإليكم التفاصيل. أعلنت اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع أن الاتحاد الأوروبي قرر تجديد تجميد أموال رموز النظام السابق لمدة عام آخر بناء على طلب اللجنة القضائية نيابة عن جمهورية مصر العربية. رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل اقتراحا بمشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية مقدما من العضو ناصر الحافي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، مؤكدا أن قانون العقوبات كافي لمحاكمة رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن مشروع القانون يعتبر تدخلا صارخا في أعمال القضاء حيث يجعل من مجلس الشعب الجهة التي تحقق مع رئيس الجمهورية، وهي التي تحرك وتحيل الدعوى جنائيا إلى النائب العام وتختزل دور النيابة في متابعة الإجراءات. تقدم علي خلف محمد ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد حسام حسن مدرب النادي المصري البورسعيدي، يتهمه بالاعتداء عليه وإصابته وسرقة سيارته بتحرير بلطجية بسبب كشفه عن مكالمة تليفونية تتضمن ما حدث في مجزرة استاد بورسعيد. وكان المحامي قد تقدم ببلاغ ممثل لقسم الهرم، وتم التحقيق في الواقعة بنيابة الهرم وتم حفظ البلاغ مما دفعه للجوء إلى النائب العام. تلقت سلطات مطار القاهرة الدولي إخطارا بوصول طائرات عسكرية إسرائيلية مساء اليوم بعدما ترددت أنباء قوية عن نجاح المساعي والجهود الإسرائيلية في موافقة السلطات المصرية على استقبال الطائرات الإسرائيلية القادمة من تل أبيب لنقل متعلقات السفارة الإسرائيلية. فتح المعتصمون في الجهاز المركزي للمحاسبات طريق صلاح سالم أمام السيارات مرة أخرى بعد قطعه لمدة تقارب الساعة نتيجة الزحام الشديد وضغوط المارة عليهم. وعاود المعتصمون الدخول إلى حديقة الجهاز مرة أخرى معتزمين قطع طريق صلاح سالم مرة أخرى غدا الخميس بداية من الساعة 10 صباحا وحتى تحقيق مطالبهم والخاصة بإلغاء تبعية المحاسبات لأي جهة أخرى سواء كانت البرلمان أو رئيس الجمهورية. أكد رامي لكح رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن انتخاب البطريرك الجديد للكنيسة الأرثوذكسية سوف يتم خلال 3 أشهر من الآن، وسوف تبدأ عملية الترشيح عقب اجتماع المجمع المقدس بالكاتدرائية غدا لتحديد مواصفات وشروط الترشيح، معبرا عن حزنه لرحيل البابا شنودة ومشيرا إلى أن محبة البابا تجلت أمام العالم في حجم المعزين الذين توافدوا من كافة دول العالم. كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية ظهر اليوم الأربعاء عن إحباط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لعملية كبيرة ومركبة كانت تعد لها حركة حماس انطلاقا من شبه جزيرة سيناء ضد أهداف إسرائيلية في إيلات، وذلك بعد أن سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بكشف تفاصيلها لوسائل الأعلام. ذكرت قناة بي اف ام التلفزيونية الفرنسية الإخبارية اليوم أن الشرطة ألقت القبض على الرجل المتهم بقتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال يهود في حادث إطلاق نار في فرنسا، وذلك بعد 11 ساعة من محاصرته في منزل بمدينة تولوز جنوب غرب البلاد. وختاما مشاهدين عليكم تذكرة بأبرز العناوين. الاتحاد الأوروبي يقرر استمرار تجميد أموال النظام السابق عاما آخر. مجلس الشعب يقدم مشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية والحكومة ترفض. إسرائيل تنجح في الحصول على تصريح دخول طائراتها للمجال الجوي المصري. وتل أبيب تزعم إحباط عملية المسلحة ضدها في إيلات عبر سيناء. انتهت نشرتنا الإخبارية من اليوم السابع مباشر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء متجدد.